السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم لعلاج شيب الشعر والشيب المبكر، يعني ليس بالضرورة أنه الأشخاص الذين يعانون من الشيب هم أشخاص كبار في السن. يعني هناك كثير من الإخوة والأخوات طلبوا مني وصفة لعلاج هذا المشكل. هذه الوصفة مجربة إن شاء الله من طرف العديد من الناس، ولاحظت أن هناك نتائج إيجابية. يعني إذا لم تنجح هذه الوصفة 100% ستكون نسبة نجاحها من 80 إلى 60% على حسب شدة هذا المشكل. يعني هذا المشكل قلت بالنسبة للناس الذين يعانون منه وهم في سن صغيرة، أسبابه كثيرة، منها وراثية ومنها بالنسبة للأخوات الذين يستعملون الصبغات الكيميائية. يعني هذا هو السبب الرئيسي في ظهور الشيب المبكر للأخوات. يعني حاولوا أنكم تقللوا من هذه الصبغات حتى لا يزيد هذا المشكل أكثر. قلت هذه الوصفة مجربة إن شاء الله، ضروري جدا المداومة. يعني ممكن تستغربوا من المكونات ولكن نتائجها يعني إيجابية، يعني لدرجة يعني لن تتخيلوها. ضروري جدا المداومة، ثم المداومة على هذه الوصفة. قبل ما أبدأ في طريقة تحضير هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو كي يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الإيجابية، يعني لا تحكموا على الوصفة قبل أن تجربوها. قلت أكيد راح تستغربوا مكوناتها، ولكن جربوها وداوموا عليها ثم أحكموا على هذه الوصفة. أيضا أتمنى من الناس الذين أول مرة يزوروا قناتي يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح الوصفات. بالنسبة لوصفة اليوم، سنحتاج فيها إلى قشور البطاطا. يعني راح نعمل كمية قليلة، نحتاج إلى البطاطا بهذا الشكل. أنا استعملت البطاطا التي يكون قشرها أحمر، هناك البطاطا البيضاء، لكن من الأحسن استعمال هذا النوع. إذا لم يكن متوفر ممكن نستعمل البطاطا البيضاء. سنقوم بغسل حبة أو حبتين من البطاطا. إذا كانت حبة البطاطا كبيرة نحتاج إلى حبة واحدة فقط. نقوم بغسلها وتنظيفها جيدا، ثم نقوم بإزالة قشور البطاطا. نأخذ القشور فقط، نزيل القشور، نضع مقدار كوبين تقريبا من الماء، ونقوم بغليها جيدا حتى يصير عندنا سائل تقريبا لونه مائل إلى الأصفر قليلا. نغلي القشور جيدا، ثم نترك الخليط حتى يهدأ ويصير فاتر تقريبا. نقوم بتصفية ذلك الماء ونضعه في قارورة على شكل بخاخ بهذا الشكل. إذا لم تكن متوفرة، يعني من الأحسن هذه القارورة تساعدنا وتسهل علينا عملية توزيع الخليط. نضع السائل في قارورة بخاخ بهذا الشكل، ونضيف لها مقدار ملعقتين من زيت الميرامية، مقدار ملعقتين من زيت الميرامية. إذا لم يكن متوفر هذا الزيت ممكن نستبدله بزيت الحبة السوداء. نضيف ملعقتين إلى الخليط ونقوم برجه أو برش القارورة وتحريك القارورة بهذا الشكل حتى يمتزج الزيت مع السائل، ونقوم برش الشعر كامل الشعر بهذا الخليط. نرشه بالكامل ونتركه على الشعر أطول مدة ممكنة، ثم نقوم بغسله. يعني ممكن نستعمله في الصباح ونقوم بغسل الشعر في المساء، أو نستعمله في الليل وفي الصباح نقوم بغسل الشعر. نكرر هذه الوصفة 3 مرات 4 مرات في الأسبوع، يعني كل ما استطعنا نقوم بتكرارها هذه الوصفة، ونستمر عليها على الأقل مدة شهر. ستلاحظون النتيجة خلال الشهر الأول. هذه هي الوصفة، ضروري جدا المداومة عليها حتى نتحصل على النتائج
المطلوبة. أتمنى أن يكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.